السلام عليكم، مرحبا بكم. اول حلقة من الموسم الثالث اللي تعطلت فيه بزاف 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 ديال برنامج الكوتش. حلة جديدة، البيرو جديد، واليوم اختاريت انني نهضر لكم على موضوع كيفاش نخطط للحياة ديالي. بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا في هاد لاشين هادي هما سواء دي ستوديون، سواء ناس اللي يلاه بادين لاكارير ديالهم بروفيسيونيل، اما الناس اللي كبار شي شوية. تخطيط الحياة ما تبداش من شي وقيتها وما تيساليش شي وقيتها. قبل ما نبداو هذا الموضوع هذا، بغيتكم الا كنتو ما ابونيش في هاد لاشين هادي ابوناو باش تبقى توصلكم جديد ديال الفيديوهات، حيت غنولي ندير بزاف اون بلوس ديال ليميسيون ديال الكوتش اللي غنولي نديرها مره في السيمانه. غادي تكون برنامج اخر اللي كتعرفوه ديال انتربرونور ماروكاي، لما كنتوش تعرفوه دخلوا تفرجوا فيه، كاينه واحد البلاي ليست ديالو، كاين الكوتش 1 كاين الكوتش 2، كاينين دي فلوغ اللي كندير مره في السيمانه شحال هادي قبل ما نكري لاشين الاخرى ديال كريم، كانوا فلوغ زعما نتوما كتعرفوهاش. دخلوا ابوناو في لاشين ديال كريم، كانوا فلوغ، كندير فلوغ كل نهار، كلشي هادشي باش نبقى بتواصل معكم. والجديد جاي ان شاء الله داكشي كبير. ما تنساوش ديروا لايك لهاد لا فيديو هادي الى عجبتكم، ونبداو على بركه الله الموضوع ديال اليوم. شباب كثير تيتلف ما بين انه يختار هاد التخصص يقرا ولا هاد التخصص او هاد التخصص، ومن بعد تيولي حير واش يكري اونتربريز ديالو، واش يخدم فريلانسر، واش يمشي يخدم في شركه، واش الشركه كبيره ولا صغيره، واش يمشي في هذا المجال، واش غادي يسلك لي من هنا 5 سنين ولا 6 سنين ولا 10 سنين. اسئله كثيره اللي كدور في الدماغ ديال بزاف ديال الشباب والشابات المغاربه وحتى المغاربيين اللي كيتفرجوا فينا والعرب اللي كيفهموا اللغه ديالي. هي حاجه عاديه جدا اننا كنفكروا في المستقبل ديالنا. شكون هذا اللي ما تيفكرش انه ينجح في المستقبل المهني ديالو ويدير داك الشيء اللي غادي يربح منه الفلوس وغادي يكون مرتاح وهو تيديرو؟ وهذه هي انا كنسميه لو سيركل ديكسيلونس، هو تكون تدير شي حاجه اللي انت واعر فيها واللي تكون تتبغيها واللي تكون مربحه. دونك خذوا بعين الاعتبار ان التخصص اللي غادي تختاروا يكونوا فيها ثلاثه ديال المعايير باش تعيشوا السعاده والنجاح في دقه واحده. دابا غادي نبدا نهضر لكم على ثلاثه ديال الخطوات، ثلاثه ديال الخطوات سهله وبسيطه وممتعه باش تقدروا تبداو تخططوا للحياه ديالكم peu importe l'âge ديالكم، حيت il n'est jamais trop tard pour commencer. اول حاجه خصك دير هو انك تطلق العنان للخيال ديالك. خصك تخيل داكشي اللي بغيتي، ما تمشيش تسول الناس، تبدا بالواقع شنو فيه، شنو قالوا لي الناس، راه قالوا لي هذه خدامه هذه ما خداماش. هاد لي طاب ديال لا بلانيفيكاسيون كتجي من بعد لي طاب ديال لا ريفليكسيون ديال برين ستورمين ديال انك تحلم، تخرج من سوق راسك، تخلي دماغك يمشي يضيع في واحد العوالم ويجيب لك افكار واحاسيس ديال شي حاجه انت بغيتي تخدم فيها وتعيش وانت كديرها كل نهار من 2 حتى للحد ومن شهر 1 حتى شهر 12. فاش غدير هاد لا سيونس هادي ديال برين ستورمين اولا فاش غدا تحلم وتخيل راسك شنو بغيتي، غيطيحوا لك بزاف ديال الافكار اللي غادي تبان لك شي وحدين فيهم بساطين، شي وحدين فيهم متوسطين، وشي حوايج فيهم كبار. اول حاجه في هذه النقطه هذه هو ما خصكش تخلع نتايا من الحاجه الا بانت لك كبيره، حيت الحاجه اللي كتبان لك كبيره دابا هي ماشي بالضروره كبيره، هي كبيره عليك دابا، تقدر من بعد تولي تبان لك شويه صعيبه، من بعد تولي سهله، من بعد تولي واقع في الحياه ديالك. هذا اللي قدامكم شحال من حاجه كنتي تخيلها اللي كانت تبان له ما يمكنش انك تبان في التلفازه وتولي تدوز في الراديو حيت سي واو كيفاش غادي ندير ليها، مي اوجوردي هو واقع في الحياه ديالي، حيت امنت انه واخا تكون كبيره المهم انني غنحاول وغندير جهدي وغندير ما امكن باش نوصل لذاك الشيء. وصلت ليه هو هذاك، ما وصلتش ليه غادي نموت وانا كنحاول. ثاني حاجه في هذه النقطه الاولى هذه هو انكم تيكارطيو كاع دوك الاحلام الصغيورين ديك اللي على قد الحال، لا انا بغيت غير هذه وهذه، خليهم ستاند باي، شوف بعدا الحاجه الكبيره حطها هي الاولى، من موراها الحاجه المتوسطه، من عاد موراها الحاجه صغيرة، حيت الصغيرة سهل حالها. وكنبدأ أنني نختار بين هاد الشيء هذا ونفكر مع راسي، نقول دابا هاد الأحلام وهاد الهواجس وهاد الشيء اللي بغيت ندير منين جاي؟ واش شي حاجة اللي فريمون جاية من الأعماق ديال القلب ديالي؟ واش حيت غير شفت هاد السيمانة ولا هاد الشهر شي واحد دارها وعجبتني وما كرهتش نكون بحالو؟ واش أنا عجبني فيها غير الصورة ديالها أولا غير البريستيج ديالها أولا غير السالير ديالها؟ شنو عجبني في هاد الشيء اللي بغيت ندير في الحياة؟ واحد خمسة ستة سبعة ديال التخصصات ديال المهن ديال العوالم ما كرهتيش تخدم فيها.
اليوم. كتبهم وخليهم عندك، لان ليطاب الثانيه تقدر ديرها مباشره كما تقدر تحط ديك الورقه وتمشي تغبر عليها واحد السيمانه ولا واحد الشهر غترجع تكرهها، لان الانرجي غتبدل. دونك الطريقه باش كتشوف داك الشيء غادي يبانوا لك حوايج انك غير بغيتي ديرهم، غيبانوا لك حوايج انك مازال ما فكرتيش فيهم وكان خاصك ديرهم. المرحله الثانيه هو التخطيط الاستراتيجي، يعني دابا ما غتبقاش تفكر بالخيال ديالك وبالقلب ديالك، غتولي تفكر بالعقل ديالك وتستركتوري هذوك الافكار والاحلام والمهن والعوالم اللي بغيتي تخدم فيهم، وتحاول تقول شنو هي اقرب حاجه ليا، شنو هي اقرب حاجه للقدرات الدينيه ديالي، شنو هي اقرب حاجه للقدرات الماديه ديالي، شنو هي اقرب حاجه للمدينه اللي انا ساكن فيها، البلد اللي انا ساكن فيه، المناخ السوسيو اقتصادي اللي عايش فيه البلد ديالي والعالم في هذه الاونه هذه، ونرتب باغ اوردر دو بريوريتي، تنقول هذه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، باش نشوف لا فيزابيليتي ديال كل وحده فيهم. المهم هو تكون عندي اون ليست ديجا تري اتابلي ديال الاشياء اللي انايا باغي نخدم فيهم، باش نهار تتاح لي الفرصه انني تحطو قدامي واحد جوج ثلاثه المدارس اللي غنختار فين غنقرا، غيكون عندي اون ليست اللي ديجا كنحط واحد التقارب، تنقول شنو هي المدرسه اللي قريبه لهذا الشيء اللي انا كنحلم انني نديرو، او الا جات اون اوبورتونيتي دو ترافاي كنعرف شنو هي الخدمه اللي غتقربني من الحلم ديالي، او الا جاتني شي فرصه انني نسافر برا المغرب تنقول شنو هي البلاد او الفرصه او المدرسه اللي غنقرا فيها وتقربني من هذا العالم ديالي. ديما خصني تكون عندي هاد لا ليست دو كومباريزون اللي هي كنشوف فيها راسي هادشي انا اللي بغيت في ليطاب ايديال، كنرجع للواقع وكنحاول نفيريفي شنو هي اقرب حاجه من الحلم لا غيريتي باش نقرب بيناتهم. والمرحله الثالثه اللي كتجي من مور التخطيط الاستراتيجي والتقريب ما بين الحلم وما بين الواقع اللي حنا كنعيشوا فيه، كتجي اهم مرحله اللي هي الفعل. ما يمكنش انت توصل لشي حاجه وتبدا تخدم شي حاجه وتوصل لشي حاجه في حياتك وانت عارف تفكر. الفكر شي حاجه اللي كتصلح باش تعطيك واحد الحاجه اللي غتحطها في الواقع، ماشي شي حاجه اللي كتبقى غير تتفكر تتفكر تتفكر، لان بزاف ديال الناس تيبقاو غير تيفكروا غير تيفكروا غير تيفكروا، ويقدروا يطيحوا عليك احسن افكار في العالم اللي صوبها ديال انك تعيش احسن واقع في العالم. الناس اللي كيعيشوا احسن واقع في العالم هما الناس اللي كيدوزوا لاكسيون، هما تيقربوا ما بين داكشي اللي تيفكروا فيه وداكشي اللي تيديروه حتى يولي داكشي اللي تفكروا فيه هو داكشي اللي تيديروا. والاكسيون ماشي بالضروره غتصدق ليك من الدقه الاولى، ماشي بالضروره غتصدق ليك من الدقه الثانيه، وماشي بالضروره غتصدق ليك من الدقه العاشره. خاصك دير ودير ودير ودير، واحسن طريقه باش تفكر وتقاد الافكار ديالك وترتبها وتعاود ترتبها هو انك دوز الفعل. ماشي مشكل انك تبدا واحد المدرسه عام وترجع، ماشي مشكل انك تقيد بزاف ديال المدارس دوز الكونكور حتى من بعد عاد تقرر، ماشي مشكل تدخل واحد الخدمه اللي بانت لك دابا مزيانه ولكن دوزتي فيها شهرين ثلاث شهور ما عجبتكش وتخرج منها وتمشي لبلاصه اخرى. هذه هي الحياه. الا كنتو كتنتظروا ان الحياه غادا بحال هكا فانتوما غالطين، والا كنتو كتظنوا ان كاين النجاح وكاين الفشل فانتوما غالطين. كاين طريق كتمشي هكا كدور هكا كدور هكا وكتطلع وكتهبط عاد كتوصلك لداكشي اللي بغيتي، وكاين فشل نجاح نجاح فشل فشل نجاح حتى كتوصل لك النجاح اللي بغيتي توصل ليه. ثلاثه ديال الخطوات بسيطه اللي خديتهم بعين الاعتبار غادي تمشيو فين بغيتو تمشيو، غادي تحققوا الحلم ديالكم ان شاء الله عام ولا 3 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين. خاص تكون عندك نفس طويل، حيت الحياة ماشي سباق سرعة، ماشي اللي كيزرب هو اللي كيوصل، الحياة هو ماراطون، والماراطون فيها لا جيستيون ديال ليفور ديال ليموسيون ديال الذكاء ديال لينيرجي باش تقدر توصل. انت ماشي في سباق مع شي واحد اخر توصل قبل منه، انت في سباق مع راسك ومع الاحلام ديالك خصك توصل ليها. اللهم توصل ليها ما عطلش شويه ولا ما عمرك توصل ليها، لان زربتي في الاول وتايبيزيتي وحبستي في الطريق. نتمنى تكون الحلقه الاولى من برنامج الكوتش عجبتكم. الى عندكم شي اقتراحات ديال المواضيع بغيتوني نهضر عليهم كتبوهم ليا في لي كومونتير، الى عندكم شي اسئله في هذا الموضوع هذا كتبوهم ليا في لي كومونتير. الى عجبتكم هذه الحلقه هذه بارطاجيوها مع اصحابكم وهاد الانرجي بوزيتيف توصل للناس كاملين. نتلاقاو في الحلقه الجايه، من هنا الحلقه الجايه، وكما تنقول في الفيديو ديالي ما تنساوش انكم تستغلوا الوقت ديالكم ابشع استغلال. بوم.